بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بنعمل لكم لايف بقى عارفين من الوادي من الحديقه النهارده. قبل الحلقه انتظرونا بعد نص ساعه من الان في حلقه في رحابها ان شاء الله، حلقه جديده ونتكلم بقى على الزوجه الطيبه الصالحه، نشوف مواصفاتها. لكن النهارده صراحه بنبس اللي بس مع الاستاذه منى النهارده في الحديقه جارتها علشان نجاوب على اسئله الصفحه المتاخره والناس اللي زعلانه. خلينا نشوف كده الاسئله اللي منى تقول لنا عليها وده احنا معاها. هو توضيح بسيط بس للجمهور ان احنا كل سؤال يوصل نجري فيه ونحطه فيه في الحسبان، يعني التاخير هذا مش اهمال، لا التاخير هذا ترتيب لان الاسئله كثيره جدا. فاحنا خدينا الان مجموعه ترضيه للجمهور لان ما نقدرش نزعلوه، فتوا حناخذ مجموعه اسئله نجاوبون على السريع قبل الحلقه ونخش بالحلقه بعدين ان شاء الله. اول سؤال دكتوره يقول: انا فتاه عمري 26 سنه ملتزمه بديني وحجابي الحمد لله، ولم ادخل في علاقه مع الشباب من قبل. المشكله اني ارفض كل عريس يتقدم لي ومتخوفه من خطوه الزواج واخاف ان افشل فيها، لذا افضل ان ابقى في بيتي ابي. ارجو ان تنصحيني. طيب، هو بصوا، الرهبه من موضوع الزواج عامه بيبقى يعني امر له حسبانه، يعني تجارب قبل كده او انا ذات نفسي عندي رهبه، ده طبيعي عند البنات. يعني انا شايف الرهبه دي طبيعيه عند البنات، لكن الافوره فيها هي اللي مش طبيعيه. لكن انا خايفه من حاجه فما جذفش، لا بالعكس، ده هتفضل ضميري مأنبني طول الوقت انا كنت جذفت وعملت وشفت الخطوه. لكن انا الاول قبل ما اخد خطوه الزواج اعرف يعني ايه منظومه زواج، ايه دوري انا كزوجه وكأم، إيه اخد مثلا اعرف مثلا إيه المفروض ابقى ايه مع الزوج، إيه واجباتي وحقوقي انا ذات نفسي لما بقوم، ايه وسائل التربيه اللي استخدمها، وتوكل على الله. يعني ان انا اخد الخطوه اروح بعلم على الخطوه ديت وبمفاهيم معرفيه جميله، وبعدين بقى ادعو ربنا سبحانه وتعالى ان الزوج اللي يجي يبقى حلو وحاطه فيه اسس لاختيار، وتمام تبقى الحياه بعدين. لو انا خدت بالاسباب ديت ان شاء الله رب تبقى حياه سليمه. لكن انا خايفه فمش هعمل، فهقعد في بيت ابويا. طب ليه؟ طب ده حلو تفكيرك، ده حلو، احنا عايزينك تكملي وتجيبي لنا بيت مسلم واولادي عزوا الدين والاسلام. بس ان شاء الله انا عايزاها بقى لما تتجوز تتبعت لنا، يعني تقول انا اتجوزت ففرحونا، لو في اسطنبول يعني تعزمنا. ايوه. سائله اخرى تسال: لدي ابنه في الجامعه وابن في المرحله الثانويه، في سفر لنا اضطررت لتركهم ينامون في غرفه واحده ولكن كل منهم سرير خاص. استيقظت ابني فزعه من النوم عندما شعرت باخيها يلمسها، بدات تبكي بعد ذلك وتاسف منها واخبرتني مباشره في الصباح. استغربت انا ووالده من هذا لانه بطبعه حي وخجول، ناقشته في الامر واعتذر لي بشده. يحصل ان الولد بيبقى عنده حب استكشاف ايه الانثى، ايه الطرف الاخر، يعني شكل الجسد، الحاجات ديت بيبقى عندهم يعني فضول انهم يعرفوه. لكن طبعا التربيه، وجود الاهل موجود، دعاء من ربنا سبحانه وتعالى دايما، التذكير بالصح بالغلط بالحدود بيحفظ الاولاد، وكله من عند ربنا. عايز اقول لك التربيه مش شطاره، ده هي حفظ من ربنا سبحانه وتعالى. لكن بنتك عندها حق في موضوع ان هي ما شافتش عقاب حقيقي، لان هي حاسه انها انتهكت وان ما كانش ينفع ان يحصل كده. فكان كان المفروض ده الصح، ان يعني يتعامل بينك وما بين ابنك ان احنا تم يعني تعزيره. قولي له، وانت قولي لها، قولي لها يعني تم تعزيره وتم، عشان هي حتى تطمئن يعني، وتم يعني الكلام معاه كلام بشده وخدنا منه وكذا. لكن هو طبعا ندمان، وحته ان هو ندمان وكذا، لان في اولاد بيكبروا او ينكروا او كذا، كان هو ندمان وعارف، فده شيء طيب. مع موضوع ان هم ينفصلوا في غرف منفصله، ده رقم واحد. رقم اثنين يبقى في رقابه دايما من الاهل. رقم ثلاثه تعود البنت نفسيا، طبعا بتبقى محتاجه انها تتعود نفسيا ان هي كذا، والحمد لله ان هي يعني صوتت او صرخت او انها استجابت ان ما يحصلش حاجه زي كده، او استنجدت مثلا بالام او كده، ده شيء طيب ان ده حاجه حصلت. لكن انا ادعوكي ان هي تطيبي خاطرها من حته، لان هي بتبقى دايما الضحيه عايز يشوف المتحرش بيه او اللي عمله خد جزاؤه، لانه حاسس ان هو انتهك. فموضوع ان هو ده انك انت تظبطيه معاه وتظبطيه مع اخوها. اخوها نسعى بقدر الاستطاعه ان هو يتقوى بالصيام، بالصحبه الصالحه، نزول الجيم، سرعه الاستجابه لموضوع ان هو يتم الخطبه له، يخطب او يشوف عروسه مبكرا والزواج المبكر. انا ادعو يعني ادعم حاجه زي كده للشباب، بحيث ان احنا ما نقعش في براس الامر. مش عايزين ان احنا نبرر لدرجه ان احنا نعذر امر يبقى امر، لا احنا يعني بنبرر الحاجه. ولكن يا بنتي احنا في زمن صعب، انت كأم لازم تبقي فاهمه احنا في زمن صعب حقيقي وزمن فتن. فندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالحفظ، ويا ريت تلتزمي بالخطوات اللي احنا قلناها. بس طيبي خاطرها، طيبي خاطرها.
في سؤال اخير، انا شاب عمري 23 سنه ومشكلتي انطوائي جدا، لا احب الحديث مع احد وافضل البقاء لوحدي دائما. سبق وتقدمت لخطبه فتاه وتم رفضي بسبب انعزالي الكبير. تركت العمل لاني لم استطع التواصل مع زملائي او العمل معهم. سبق وزرت دكتور نفسي ولكن بدون اي نتيجه، ارجو نصيحه. يا ابني بص، موضوع الثقه وفقد الثقه والمهارات الاجتماعيه بالتدريب، سيب نفسك، شوف مجموعه قريبه منك، اهلك، الدايره القريبه منك، وسيب نفس اصحاب اخوك، اصحاب ابن عمك، اصحاب ابن خالك، روح معاهم شوف الشباب بيقولوا ايه. فالمهارات الاجتماعيه، مهارات الكلام، مهارات الحوار، مهارات التعامل اليوميه اللي هي اليوم والليله دي مهمه جدا. فانا ادعوك ان انت سيب نفسك، سيب نفسك وشوف نفسك مره واثنين وثلاثه، ودي مهاره. جمال الامر اللي انا بقوله له النهارده ان دي مهاره يا ابني تكتسب، وطالما مهاره ينفع ان انا اكتسبها، تاخد شهر اثنين ثلاثه مش مشكله، المهم ان انت لو انت حققت معيار انجاز حتى 5% ده ممتاز جدا، احسن من ما فيش. فسيب نفسك وروح مع الناس وابتدي، وما تخافش وما تتكسفش، روح انت راجل واعرض عليهم، واعرض المواضيع اللي انت عايز تتكلم فيها مع اصحابك قدام المرايه، وشوف نفسك بتتكلم ازاي. مره في مره هتلاقي نفسك على الاقل كسرت الحاجز ده. وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويمن عليك بالامر ده، اللهم امين. امين دكتوره، بارك الله فيك. شكرا لكم متابعينا، ان شاء الله نلقاكم في مساحات اخرى تفاعليه معكم، وفي البرنامج كنوا في الموعد. احنا نص ساعه بالظبط، يعني نص ساعه وعلى البرنامج لو حبيت مننا دكتوره. اي والله يكون ان شاء الله نلقاكم في بث اخر، انتظرونا نص ساعه مع الحلقه ان شاء الله في رحابها، حلقه جميله جدا عن المراه والزواج. انتظرونا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام.